الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما الحكم لو كان على الميت شيء من أسنان الذهب؟ الجواب يجب خلعها إذا لم يفضي خلعها إلى مفسدة أشد وأعظم. لما؟ لأنها من جملة التركة. هذا الذهب تركة، هذا الذهب تركة، فالأحق به الميت ولا الحي؟ الحي. فإذا نأخذها وننزعها عنه ما لم نشق لثته أو يترتب على خلعها شيء من المفاسد أعظم. إلا أن الفقهاء قالوا إذا لم يمكن نزعها إلا بجرح جثته وسيلان الدم فتبقى ويحفظ قبره حتى إذا بليت عظامه وغلب على ظننا فناؤها لمشنا القبر وأخذنا هذا السن. يعني اقعد لك سنين. لكن هكذا قال الفقهاء من باب احترام الميت ومن باب احترام المال أيضاً.